فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى من قبل أن يتماسى، هل المقصود بالمسيس الجماع فقط فيجوز له أن يباشرها دون الفرج، أو أنه يمنع من الأمرين؟ كيف؟ بقوله تعالى من قبل أن يتماسى. لا، أول السؤال في قوله تعالى من قبل أن يتماسى، هل المقصود بالمسيس هو الجماع فقط أو أنه الجماع والمباشرة دون الفرج؟ الجماع والمباشرة وسيلة يتجنبها من باب الاحتياط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.